مرحب بكم مشاهدينا في الحياة الآن مؤخر الأخبار الواردة إلينا حتى هذه اللحظة أبدأها معكم بأهم العناوين. فتح المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل بالكامل، ومصر تعلن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النيران الشامل في غزة. وزير الري يقول إنه تم الانتهاء من 80% من خلافات سد النهضة، واليوم افتتاح أكبر ميناء بري بين مصر والسودان. وزارة الإسكان تعلن توفير أراضٍ لتنفيذ 50,000 وحدة سكنية ضمن مشروع المليون وحدة، وثلاثة مشروعات بقيمة 3 مليارات جنيه لتخزين القمح.